نحن نبعد عن مدينة بريدة ما يقرب عن 90 كيلومترا، ونحضر للدراسة يوميا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونلاقي من المشقة ما الله به عليم، لا سيما في طريق العودة ونحن نحضر يوميا، فهل نقصر في صلاتنا؟ أرى أن لا تقصروا في صلاتكم، لأن هذا الذهاب لا يعد سفرا، إذ أنكم تفطرون في بيوتكم وتغدون في بيوتكم، فالذي أرى أن لا تقصروا. ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة ويقولون مسافة القصر حوالي 81 كيلو أو 83 كيلو، على هذا الرأي تكونون مسافرين يجوز لكم الترخص، لكني لا أرى أن تفعلوا. أتموا المسألة الحمد لله، زيادة ركعتين مهمة ما تضر الإنسان. نعم.